تونس. مرحبا سي جمال على راديو ماد. اهلا وسهلا، صباح النور خويا اسامه، مرحبا بيك وتحيه لكل مستمعين راديو ماد. يعيشك بارك الله فيك. شنو احوال تطاوين؟ والله الحمد لله، بدات السخانه شويه شويه. بدات السخانه دونك بدات حتى درجات الحراره مرتفعه في مناطق الجنوب. مع الانقلاب الصيفي وقتاش باش نعيشوا اطول يوم في السنه؟ أطول يوم في السنة هو نهار الثلاثاء الجاي 21 جوان، وهو أول يوم في الصيف، معناها الصيف باش يدخل نهار الثلاثاء الجاي نهار 21 جوان. ماذا؟ هذا فلكيا. فلكيا دونك نهار الثلاثاء الجاي هو الانقلاب الصيفي. هذا هو. نعم، الانقلاب هو أطول نهار، معناها يدوم نهار من حوالي 13.5 ساعة. دونك أشعة الشمس تكون عمودية على مدار السرطان، وتكون زادة معناها في نصف الشمال الكرة الأرضية تكون أشعة الشمس دونك عمودية، وتكون في أعلى نقطة من الأرض. الشمس باش تكون في أعلى نقطة من الأرض. واضح. تظاهرة باش تكون معناتها في بخصوص اليوم هذا اللي يتزامن بطبيعة في عديد الاحتفالات في العالم. خلينا نحكيو شوية على البرنامج الكامل اللي تظاهر باش يكون في فرع تطاوين. نعم، احنا كل سنة نستعد ونواكب التظاهرات الفلكية، الظواهر الفلكية. دونك نظمنا باش ننظموا ان شاء الله يوم علمي مفتوح لكافة الناس، مجاني. اليوم هذا معناها تخلوا عديد من الورشات والعروض العلمية في مجال علم الفلك. عندنا ورشة في قيس المسافة اللي توصل ما بين الأرض والشمس، ورشة ثانية باش نقيسوا بها المدار ولا نقيسوا بها قطر الشمس الظاهري، وورشة ثالثة نقيسوا بها معناها محيط الكرة الأرضية. دونك أيضا معرفة الشمس بالتلسكوب باش نشوفوا ليتاش نوار ولا البقاع السوداء للشمس. هذه تعطينا فكرة على نشاط الشمس، نشاط دوري هو كل 11 سنة. دونك الأرض عندها الشمس عندها نشاط، دونك ونحدوه من خلال البقاع السوداء عن طريق التلسكوب. أيضا عندنا عرض حول الانقلاب الصيفي وتعاقب الفصول، وعرض حول حياة النجم، حياة الشمس دونك اللي هي النجم نتاع المجموعة الشمسية نتاعنا. هذا إجمالا. أيضا عندنا زاد بالشراكة مع الجمعية التونسية للفضاء باش يقدموا مشاريعهم، هم عدد من الطلبة والباحثين باش يساهموا في ثراء هذه التظاهر الفلكية. واضح. يعطيكم الصحة جمعيات الكل اللي قاعدين يخدموا، يعطيكم الصحة أنتم زادة اللي الحقيقة الأنشطة نتاعكم صيف وشتاء. هك علاش باش نحكيو توا على البرنامج المستقبلي. يظل فما ورشات صيفية وفما نشاط صيفي كبير برشا معناتها سواء في مدينة العلوم في تونس العاصمة ولا أنتم كفرع في تطاوين. نعم، احنا في فرع مدينة العلوم في تطاوين، دونك برمجنا ثلاثة مدارس صيفية تنطلق منذ الغد، دونك نهار 4 و 15 جوان 15 و 16 و 17 هي مدرسة صيفية في الإقاذ العلمي، نتوجه بها للتلاميذ التعليم الأساسي. الأعمار من بين 10 و 12 سنة، معناها سنة رابعة وخمسة وسادسة ابتدائي. أيضا عندنا مدرسة صيفية في الحساب الذهني، هذه في الأسبوع المقبل تنطلق يوم 22 دونك جوان، تمتد على 22 23 24 جوان. مدرسة صيفية هذه في الحساب الذهني، كيف كيف نتوجه به التلاميذ الابتدائي باش على هي فرصة باش يولي يحسب ذهنيا ويقوي الإمكانيات الحساب الذهني لدى التلاميذ هذوما الصغار. أيضا المدرسة الثالثة هي مدرسة في علم الفلك، أيام 29 جوان و1 جويلية. المدرسة معناها عن طريق المجسمات البيداغوجية، أيضا تكثر التجارب والورشات العلمية، نسبة المشاركة متاع التلميذ تكون معناها تصل حتى 100% في الورشة هذه. وهذه دعوة لكل التلاميذ مازال ما تحقش بينا باش يجي يسجل،
في مقر فرع تطوير تونس في تطاوين بيان سور. معلومة تسجيل 30 دينار لكل مدرسة فيها للتلميذ الواحد. واضح، يعطيك الصحة، بارك الله فيك سي جمال، يعطيك الصحة، مرحبا بك، يعيشك، بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل. دونك جمال الجريم مدير فرع تطاويل لمدينة العلوم بتونس، كنا نحكيو على الانقلاب الصيفي باش يكون إن شاء الله نهار ثلاث جاي ومن خلاله تونس باش تعيش أطول يوم في السنة. 48 دقيقة رجعنا معكم في البريم تايم، ما تبعدوش.